فقه اسمه الوقع، والوقع معناه الركوب. فلان جامع فلانة معناه فلان ركب فلانة، فمن جامع أمه ركب أمه، أي ركب الحرم، أي ذهب إلى بيت الله الحرام إما حاجا أو معتمرا، اللي هو يجامع الأم. فما فيش حد معين ياخذ رمز معين ويبني عليه رؤية. الرمز المعين ده ليه آلاف التأويلات. معانا الأستاذة ثانية؟ أيوة اتفضلي. كنا أيوة يا شيخ، كنت حلمت بأن أنا راكبة زي ما أكون طيارة شرعية كده. راكبة إيه؟ طيارة، راكبة طيارة. تمام. وبعد كده أنا وزوجي وولادي. نعم. مسافرة يعني اللي ساجة بينا طفلة صغيرة. تمام. وبعد كده لفت شوية أكتر بينا حوالين البلد. تمام. وبعد كده لما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام راحت زي ما كنا تجف مننا في السكة. تمام. طريق واحنا واحنا راكبين. تمام. وبعد كده راحت طلع احنا هنقف في مكان وهنزقها شوية. تمام. وبعد كده راحت زقنا شوية، وبعد كده قال تعالوا قدام بقى شوية كده عشان تقدر تمشي بينا. تمام. بس ف ده اللي بقى يا بس انا خفت بقى، قلت احسن كده ربنا في بحر ولا حاجه احسن نجح. انت في امور معاكي، في امور معاكي معقده او غير ميسره في حياتك؟ لا الحمد لله كويس. اقول الحمد لله. الحمد لله. اولا موضوع الطائره تدل على تيسير الامور، ان الامور هتكون ميسره لك، ليس معقده، ليس فيها التعقيد في الايام القادمه. ولكن للأسف الشديد وقوف الطائرة ولما يزق الطائرة أو ما شابه ذلك يدل أن هناك بعض التعقيدات في بعض الأمور معك. أسأل الله جل وعلا أن ربنا يسر لك كل الأمور المعقدة، وأن ربنا يحل لك كل المشاكل وكل الخلافات، وأن ربنا يحل لك كل الأمور في حياتك. دي مضمون الرؤية والله أعلم. معنا الأستاذ أمينة. ايوه امينه يا شيخ، انا اللي كنت بكلمك من شويه. اتفضلي يا استاذه امينه. طب يا شيخ انا كان عندي رؤيتين كنت عايزه اقولهم لحضرتك. اتفضلي بس ارفع صوت شويه يا امينه. حاضر يا شيخ. انا حلمت برضو في مره ان انا كان معايا الشراب اللي هو الحريمي ده، اللي هو الشراب اللي الشفاف ده. تمام. حلمت ان انا ماسكه فرده كده وبنفضها زي كانها كانت مطربه وغسلتها وهنشرها، يعني بنفضها علشان انشرها. تمام. وكان جنبي مني يعني لبس بيبي، يعني لبس اطفال كده جنبي مني، يعني اطفال صغيره خالص، يعني اسبوع اسبوعين يعني حديث الولاده كده. وحلمت برضو تاني يا شيخ ان انا زي كاني كنت في السوق كده والدنيا زحمه، ولقيت واحد يعني صاحب عربيه كارلو. تمام يا شيخ. سامعك يا امينه. صاحب عربيه كارلو، فبيقول لي استني انا هوصلك بس هفرش لك على العربيه دي شوالات قمح علشان تقعدي عليها. تمام. قلت له طيب، وبعد كده لقيته ان هو مطلع زي جوز حمام كده وحطه على ترابيزه، وكان جنبي واحده صاحبتي. حطينا جوز الحمام ده على اساس ناكله انا وهي، بس هي اكلت فرده، كان حاطط فرده من غير راس يعني مقطومه وفرده كامله. تمام. هي اخذت الفرده المقطومه اللي هي من غير راس. تمام. وانا بس ما اكلتش. بس يا شيخ انا كنت كمان حاجه غريبه قوي، انا كنت لابسه جاكيت، فقلعت الجاكيت وقعدت، كان تحت منه كده زي جاكيت قط يعني توب قط كده، فقعدت بالقط قدامه بقيت اتكلم معاه عادي واضحك معاه ونهزر. بس وحلمت حاجه تانية يا شيخ برضه، حلمت ان انا بقول هودي امي مستشفى منيا القمح. تمام. وكان معايا ولادي، انا معايا ولد وبنت، حلمت ان ولادي الاثنين ابني وبنتي ان هم عارف الكاوتش بتاع العربيه النقل الكبير. نعم. حلمت ان هما الاثنين عليها وبتتلف بيهم، بس ما بت... يعني ما بتتلفش بيهم لغايه تحت خالص. تمام. يعني زي كاني بلفها، يعني هما قاعدين عليهم نايمين على بطنهم عليها وبلفهم، ولقيت بنتي زي لا مؤاخذه كده يعني الاندر او الكلوت اللي هي لابساه زي كانه اتسخ من الكاوتش ده، انت عارف الكاوتش ده دايما بيبقى عليه ايه زي تراب اسود. تمام. فحلمت يعني ان هي الكلوت بتاعها بقى عليه السواد اللي هو بتاع الكاوتش ده الكبير. انت امك يا امينه ما تعاني من تعب؟
تعب بسيط يعني لرجليها ظهرها. تمام، انت معك خلافات قلت لي انت؟ خلافات مع زوجي. تمام خلاص، رؤية واضحة هتعمل حفظ لك ان شاء الله. اولا في الرؤية الاولى موضوع الشراب، في الرؤية الاولى يا امينة دي رسالة من ربنا، كنت ما تطلعيش اسرارك الخاصة الى احد، ما تطلعيش اسرارك الخاصة لا لانسان قريب ولا انسان حبيب، خلي اسرارك بينك وبين نفسك. لو انت مش عارفة تحكي اسرارك لحد وخليها بينك وبين نفسك، لا تحاكي بها احد الا اذا كان مع الزوج، اذا كان هناك او ستكون هناك محبة بينك وبين زوجك، غير هذا فلا يجوز حتى في الشريعة انك انت ما تحكيش اسرارك الخاصة الى احد. انت وامورك وامور زوجك تكون كالقبر المغلق، لا يعلم عن حياتكم احد الا الله جل وعلا. كذلك في موضوع الحمام، انك انت انسانة مسالمة، ما تحبيش الخلافات، ما تحبيش النكد، ان قلبك ابيض صافي نقي، لا يكره ولا يحقد ولا يحسد احد. ولكن موضوع الحمام ان راسها مقطوع تدل على النكر والبلاء، اسال الله جل وعلا لك التيسير، واسال الله جل وعلا ان يحفظك من كل سوء ومن كل بلاء. في الرؤيه الثانيه يا امينه، موضوع امك ان هي في المستشفى تبين على التعب وتبين على المرض او ما شابه ذلك، موضوع الكويتش الكبير جدا وتعلق الابناء به وما ذكرتيه دي، خليكي تفكري ألف مرة انك انت ما تعرضيش اولادك ان هم يكون بعيدين عن الاب او بعيدين عن الام. الابناء لو مع الاب حيكونوا مظلومين، ولو كانوا مع الام حيكونوا مظلومين. حاولي تصلح الامور بينك وبين زوجك عشان خاطر الاولاد. والله اعلم. معانا الاستاذة هند. دكتور انا كنت بعت من شوية. طب تفضلي تأمريني. كنت معدل شوية بس الحين الطريقة. أيوة كملي الرؤية بتاعتك. أنا كان معايا بنتين في الحلم، أنا كان مرضينا قبل كده. نعم. بزين. فما حصلش نصيبه وماتت بعد، راح أقول لي من 4-15 يوم. ده في الحقيقة. دي في الحقيقة. تمام. كنت انا بعدها يعني بقيت احلم باحلام برضه اللي فيه طفله تجري ورايا زي ما اكون انا فيها حد بينادي عليا. نعم. وبس انا عماله ادور على الطفله دي، يعني هي انا بعيط عليها وانا معايا واحده. تمام. وعماله هي تسند بصيت ماما وهو مش راضي يرد عليها. نعم. برضه في الرؤيه الثانيه اللي انا حلمت اللي انا معايا البنتين دول، بس انا على طول بحلم بيها. تمام. معايا البنتين دول، واحده وقعت مني في ارض البحر، هما كانوا اثنين. تمام. وانا عماله ادور على اللي وقعي. نعم. كل ما اجي لها تروح واقعه. ايوه يعني تمام. على طول احلم بيها وعلى طول بقى احلام من دي. تمام. فجيت استغفرت ربنا وربنا موجود. افضل حاجه قول الحمد لله. الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى يا اختي لا يقدر الا الخير للعبد، حتى لو العبد ظن بان هذا الامر ليس فيه الخير. الذي يعلم الخير والذي يعلم السوء انه الله علام الغيوب. وزي ما انا قلت لك في الرؤيه الاولى نفس التفسير، يدل على البلاء ويدل على النكد ويدل على الهم ويدل على الضيق. اسال الله جل وعلا ان ربنا يزيل عنك الغمه دي، مضمون الرؤيه والله اعلم. الاخت الفاضله يعني جاءت كلمة عجيبة جدا، الحمد لله. هو ايه اللي تعب الأمة حاليا؟ ايه اللي تعب كل الناس؟ ايه تعب كل البشر؟ ان ما عارفينش ان اي امر يحدث في الارض ولا في السماء الا بامر من عند الله. معانا مين؟ معانا الاستاذ نوال. استاذ نوال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ ابراهيم؟ الحمد لله يا استاذ نوال تمام. الله يبارك فيك، كل عام وانتم بخير. صحة وسلامة. انت من اي البلاد يا نوال؟ من الرياض. اهلا بك وبأهل الرياض المحترمين، تفضلي. شيخ حرمت كان عندي كاني في مكان في بحر، وكان اصطدت حوت
وساعدني في مجموعة من القواصين لابسين لبس القواصين الأسود، وكأني صار على الشط وسحبت كل الموية اللي فيه، سحبت كل العنبر اللي فيه تمام، وجمعته في كيسة وقلت بحتفظ فيه بالفريز عندي. نعم. وبقية الحوت كان كبير جدا، وقالوا لي الغواصين بنساعدك عشان ندخله لك البيت، قلت لا خلوا انا اللي بدخله وعشان انا يعني بتصرف فيه. تمام. وظروفي شوي يعني صعبة، فان شاء الله تكسير الحلم خير. انت ظروفك صعبة يا نوال في الحقيقة. ايوه. ان شاء الله في الايام القادمة هتكون ميسرة جدا 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 يا رب، اللهم امين. لان الاسماك بانواعها في المنام تكون خير، ما عدا سمك واحد بس يا نوال، هو سمك القرش. ايوه. ولما يكون حوت يقول لي ربنا يحبك رزق كثير جدا، وربنا هيوسع عليك وسع عظيم جدا، اسال الله جل وعلا ان يحقق لك الامان والاحلام. امين يا رب، الله يبارك فيك. دي مضمون رؤيا والله. شيخ ممكن اتصل فيك بعد الهوى؟ اتفضلي، تواصل مع الكنترول وحدك الرقم بتاعي ان شاء الله. كل سنة وانت طيب يا نوال. ورد الينا يعني ايميلات كثيرة جدا متعددة، هنقول منها بعض الايميلات. في ايميل بيقول ما تأويل الوضوء في المنام؟ الوضوء في المنام الذي يتوضا في المنام بالذات يكمل وضوءه في المنام يدلل بانه من اهل الخير ومن اهل الصلاح ومن اهل الفلاح ومن اهل التقوى ومن اهل الايمان. الذي يتوضا في المنام يدلل ان ربنا حيتم وحيكمل له امر من الامور يريده في حياته، يعني هو اصلا عاوز حاجه او طالب امر من الامور او نفسه في حاجه ربنا سيقضيها له، والله جل وعلا سيعطيه ما يريد من هذه الامور. اسال الله جل وعلا ان ربنا يعافي كل يعني كل مريض، وان ربنا سبحانه وتعالى يعطي كل محروم، وان ربنا يحقق كل الامان وكل الاحلام لمن يريدها ومن يتمناها. واحدة ما تقول انا حلمت اني بقضي حاجتي، فما التأويل؟ آنسة عبير من تونس. قضاء الحوائج في المنام اللي يخش الحمام ويقضي الحاجة تحته يدل على تفريج الهم وتيسير الامر، ويدل على زوال الهم والنكد والغم. اللي يقضي الحاجة تحته في المنام لهو يعاني من تعب او يعاني من مرض فيزول عنه وما شابه ذلك. الاخت نجا من قطر يعني باعت حلم جميل جدا، ما قول رأيت في المنام بانني اؤذن في المنام. الاذان في المنام عبر سيدنا عمر لواحد انه سيسرق، وعبر الاذان في المنام لواحد بانه سيحج الى بيت الله الحرام، سيروح الحج. معانا الاستاذه سعاد. ايوه معلش حضرتك، انا كلمت حضرتك قبل كده. تأمرين امر. معلش انا مش حامل، انا بقالي 4 سنين متجوزه وما حصلليش لسه حمل، يعني حضرتك فسرتولي ان انا حامل. طب فكريني بالرؤيه. ماشي، انا حلمت ان انا جت واحده صاحبتي وجوزها فاخدوني عزموني عندهم يعني. فهم قعدوا ياكلوا على الترابيزه هي وقرايبها وكده وحبايبها، المهم هي رسمت لي ورقه فيها القمر وفيها النجوم وفيها الهلال. تمام. ماشي، فيها يجي 5 رسوم كده او 3 رسوم بالظبط انا مش فاكره. نعم. وقالت لي خدي ارسمي ارسمي زيها بالظبط. تمام. بس كده. انت قوم تقولي انك انت انسه. لا انا متجوزه بقالي 4 سنين. وما فيش اولاد. وعندي عيال جوزي واد وبنت مامتهم توفت وهي بتولدهم في الحقيقه يعني. ما انا قلت لك ان ربنا سيمن عليك بالاولاد، انت ما فكراش الرؤيه.
معلش قولها لي تاني يا سيدنا الشيخ الله يحفظك. القمر اللي انت شفتيه في المنام او الشمس اللي انت شفتيه في المنام زي ما عبرت لي قلت لك اللي هم الابناء اللي هم اولاد زوجك. اما من ذلك انت ان ربنا سيمن عليك بالابن، ربنا سيمن عليك بالحمل وحجيبي ولد ما شاء الله. لكن انت لو تذكرت ان احنا نتكلم على اختراس القمر في المنام وتكلمنا عن القمر والنجوم والشمس على عهد سيدنا عمر عندما فسر الرؤيا وتكلمنا عن التفسير الاخر الشمس والقمر والنجوم مع سيدنا يوسف عليه السلام عندما ذكر في القران الكريم عليه السلام صح كده. فانت انت سهي عليكي، انا فاكر الرؤيا وفاكر التفسير. ربنا يحفظك. معلش في رؤيا تاني ربنا يحفظك. قولي امر يا فندم اتفضلي. بس حلمت انا من 3 4 شهور حلمت ان انا اتنين شركائي، وانا في الحقيقه لا عندي مشاريع ولا حاجه، انا انسانه على قد حالي تمام. فاتنين شركائي جم حطوا لي اكل فقعدت اكل معاهم تونه وكده. فالمهم هو كان راجل وست، فالمهم قالوا لي احنا هنروح نزور ناس. المهم رحنا زورنا الناس دي عباره عن كنيسه تحت الارض تمام. تحت الارض. فهو الراجل اللي معايا بيقول لي سلمي بوسي القسيس وسلمي عليه. قلت له لا ده محرم عليا ما اقدرش اعمل كده. فراح قال لي طب وطي على الانجيل كده، احنا ساعات بنبوس المصحف كده، وطي على الانجيل وبوسي. قلت له لا ده مش ديني وحرام عليا تمام. واخدت بعض ايه وما عجبنيش الوضع ورحت طالع. بس الست اللي كانت معايا بس القسيس ببص كده من ورا لقيتها بس القسيس وسلمت يعني عملت اللي هم قالوا لي عليه بس انا ما رضيتش اعمله تمام. وطلعت بقى من تحت الارض كده وطلعت يعني على الدنيا كده. انت شغاله ايه؟ انت شغاله ايه؟ لا 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 انا مش شغاله، انا ست بيت. ده انا يعني جيت عشان العيال وكده اربي واتجوزت. لا مش شغاله. وربنا يساعدك ان شاء الله، وربنا يعطيك الاجر ويعطيك الثواب ان شاء الله. يا رب جاي لي بالصبر. وربنا يصبرك وربنا هيعطيك الاجر وهذا الثواب. انت مش هتشوفيه الان، هتشوفيه بعدين. ربنا يكرمنا ويكرمك ان شاء الله بحسن الختام ان شاء الله. وربنا يكرمك. يعني شركائي دول مش ضرر ليا ولا حاجه ولا انا هفسر لك يا فندم، انا هفسر لك يا فندم. انا هقفل واستنى حضرتك تفسرني. الرؤية تبين ان ربنا سيمن عليك بخير كبير جدا. والخير مش معناه مال، الخير ممكن يكون مال. الخير ممكن يكون اولاد. الخير ممكن يكون راحة وسعادة. الخير ممكن يكون ابن وامانة واستقرار وراحة بال. الخير ممكن يكون رفعة وسمو وعلو. لان في عدد كبير جدا من المشاهدين لما يسمع كلمة رزق يظن بان هذا الامر مال. بجانب الخير وبجانب الرزق المال. لان الخير والرزق له اشياء كثيرة جدا 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 متعددة. الاخت مش حامل لها 4 سنوات. فالرؤية تبين ان ربنا سيمن عليها بالحمل. هتحمل وهتجيب ولد والايام بيننا اذا كنا يعني على قيد الحياه. وهذا هو عالم الرؤى والاحلام ما تعلمناه من خلال التفسيرات. نشاهد اشياء عجيبه جدا ونشاهد اشياء غريبه جدا تحير العقول والاذهان. يعني واحده من حوالي شهرين تقريبا راحت عند 4 اطباء وتكشف بالصنار يقول لها فيك بنت. رأت في المنام رؤية، الرؤية تميد بأنها ولد. كلام من يتحقق؟ احنا مش مشاكل في كلام الأطباء، نحن نتكلم على كلام الرؤى. إن ربنا يوحيها للعبد لمن يشاء من العباد. وفعلا ربنا كرمها ووضعت بسلام وربنا إداها ولد. فعالم الرؤيا ليه رموز عجيبة جدا وليه رموز غريبة جدا. ولكن هل من متذكر؟ هل من متدبر في علم الرؤى والأحلام؟ حسناء معانا الأستاذ حسام من القاهرة. الحمد لله يا حسام تمام. حضرتك أنا كنت حلمت في حلم كده إن أنا خرجت ورحت حتة زي شرم الشيخ تمام. فانا شايف فيها ناس كتير يعني مبسوطه وكده، وشفت بتاع الوش المايه دي تعبان كبير قوي كده اسمر كبير طويل يعني تمام. ف
ففضلت اقول للناس في تعبان في تعبان في تعبان، فلحد ما التعبان ده غطس مره واحده وجوه قدام مني وراح طالع كده. تمام. بس ما عدانيش ما جاش جنبي يعني، هو جوه قدام مني وراح جاي طالع كده. انت شغال ايه يا فلان؟ ايه؟ شغال ايه؟ شغال في شركه. تمام. انا جيت بعدها ببص دي الناس كلها بقى ماشيه اخر النهار من المصيف كده حتى زي شرم الشيخ ماشيه، فشفت الناس ماشيه على الميه لابسين جلاليب بيضه، بس بيضه قوي قوي يعني بيضه زبديه كده. تمام. ولابسين فوق الجلاليب دي زي الزبير كده وعليه شغل ذهبي، بس وشهم الله اكبر منور جدا جدا يعني منور. انا شفت الناس دي انا من جوايا كده ايه انبسطت قوي، قلت ان انا اول مره في حياتي اشوف الناس الحلوه دي. الناس دي في حاجه قالت لي ده الناس دي ناس مبسوطه قوي، وناس دي ناس يعني احلى ناس في الدنيا قوي. الله جميل يا حسام. فانا بقى من ساعتها بصراحه وانا حاسس ان يعني من يوميها كده انا مرتاح نفسيا، حاسس ان في خير كده. ابشر اقول الحمد لله لان رؤيه جميله عظيمه جدا لك. الحمد لله. موضوع التعبان يدل ان في انسان متردد بيك. طيب. وفي انسان حاقد عليك. وفي انسان حاسد عليك، الظاهر ان ربنا من عليك بصفات جميله عظيمه، ممكن تكون بحسن الخلق، ممكن تكون بالشكل، ممكن تكون محبه الاخرين لك، ممكن تكون بالمال، ممكن تكون اشياء كثيره جدا متعدده، ربنا من عليك بكثير من النعم. ولكن نسال الله العفو والعافيه على قلوب العباد وعلى ضمائر بعض العباد، ان في انسان كاره وفي انسان حاقد وفي انسان حاسد عليك، ولكن من رحمه الله ومن كرم الله عليك الجماعه اللابسين جلاليب بيض وما ذكرته الى اخر المنام يدل ان ربنا سبحانه وتعالى سيقف معك ولن يخذلك ولن يتركك ابدا، وان ربنا حينصرك وربنا سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك مهما ان كانت الاسباب. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يعافيك أخ حسام من كل بلاء ومن كل سوء، والله أعلم. نرجع للتدخين اللي هو الأخت من قطر، موضوع الآذان. فالآذان ممكن يكون حج، ولكن بشرط أن الذي رأى المنام يكون من أهل الصلاح ومن أهل الفلاح. وممكن الآذان يكون معصية، وممكن الاذان يكون سرقه، وممكن الاذان يكون شيء مخالف للكتاب والسنه، وممكن يكون الاذان من راه في المنام يكون من اهل البدع والخرافات والاباطيل وما شابه ذلك، ولكن ترجع الرؤيا على حسب الراي. اذا كان الراي من اهل الصلاح ومن اهل الفلاح ومن اهل التقوى ومن اهل الايمان فيمن الله جل وعلا عليه بزيارة بيت الله الحرام. معنا الأستاذة ولاء. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ولاء. والله ابني حلم إن هو معاه مطوة وادها لواحد قريبنا. تمام. وبعدين في الأرض، لقى في الأرض ختمين ودبلة، نضفهم من التراب وخدهم. تمام. وفي رؤيه كمان برضه يا شيخ. انا لا دقيقه واحده، ابنك كله كام سنه؟ ابني 24 او 25. رب يطول لك في عمره ان شاء الله. اللهم امين. وحلمت برضه يا شيخ ان انا زي ما اكون لي ستي الله يرحمها اللي هي ايه واقفين في زي ما اكون في تربه كده وملفوفه، وبعدين اختي واقفه معايا ومعاها ولقينا طفله صغيره ملفوفه هنغسلها صحية وياها. فبعدين قلت لاختي لا احنا هناخد البنت الصغيره دي حرام ان احنا نقفل عليها. تمام. فقمت واخداها واخدين البت وطلعنا، وبعدين حوتنا على محل فيه زي انتيكات كده بتاع واحد اسمه الحاج ناصر بيطلع عمارته كده. فقلنا له ادينا يعني حاجه من اللي عندك ديت انتيكه او حاجه من عندك، فقام ادينا واحده صغيره وقال خدوا دي، وشينا منهم على كده. تمام. خلاص الرؤيه وضحت. وفي رؤيه كمان برضه يا شيخ برضه ان انا حلمت ان انا قاعدين زي ما كنت في بيت مش عارفه مين، والقطط صغيره نازله من على السلام كتير علينا على عيالي، وانا بقول لهم قول الله اكبر، قول له انت الكرسي القطط عماله تنط على علينا وعلى عيالي واحنا قاعدين. تمام. واقول لهم اقرا ايه الكرسي، اقرا ايه الكرسي، اقرا ايه الكرسي، وتحكي لهم على كده. انت حافظ العدد بتاعها ولا ما حافظهاش؟ نعم. حافظاها. كم قطه؟
لا قطط كتير نازله من على السلالم علينا، قطط صغيره نازله علينا. تمام. اه خلاص تمام ماشي يا شيخ. وقبل كده برضه حلمت ان في كائن. كفايه كده، خلنا منك ثلاث رؤى، كلمينا بعدين ان شاء الله عشان ما توش معاكي في الرؤى. اولا في الرؤيه الاولى موضوع الابن، موضوع المطوه، موضوع الختمين، وما ذكر ان ربنا سيحفظه من القتل، وربنا سيحفظه من الاعتداء، وربنا سيحفظه من السجن، وربنا سيحفظه من كل هذه الامور. اسال الله جل وعلا له السلامه. اما في الرؤيه الثانيه موضوع الانتيك وما شابه ذلك، موضوع ناصر وما قصتيه وما قلتيه، يدل ان ربنا سيجمل لك الامور وسيزين لك الامور، وان الامور حتكون لك من افضل ومن اعظم ما يكون لك في الايام القادمه. الرؤيه الثالثه تدل انك انت اصلا لا تحبين الحرام، ودائما ستقربي للحلال، وربنا سبحانه وتعالى دائما سيحفظك من المعصيه، وانك انت حتكوني قريبه جدا من رب العالمين. اسال الله جل وعلا ان يرزقك ويرزقنا التقوى والاعمال الصالحه لله رب العالمين. والله اعلم. معانا الاستاذ محمد. السلام عليكم عبد الشيخ الجليل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد. انا طبعا عايز اقول حاجه كده على الهوى، انك انت عالم جليل وانا بنحني لعلمك، ويعني الغزير، وده فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا يبارك فيك. رؤيا قصيت عليك الا وكانت دايما بتتحقق، يعني وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. تمام. انا حبيت ان انا عايز ايه اقدم شكر خاص مني لشخصك العظيم. طب قلنا رؤيا استاذ محمد من الرؤى اللي هي تحققت. والله في حاجه كانت حاجه قبل 30/6 كنت شفت رؤيا ان ايه، ان واحد اسمه عبد النعيم بيقول لي ده الجيش والمسك البلد، واديك وزير الدفاع حتى ايده كده هو غليظه وكلام زي كده، فكان اللي هو عادل نبيب محافظ بينا عندنا، فكنت شايفه انه مش موجود على المكتب يعني. نعم. وشايف ان واحده ست موجوده على المكتب، فانا طبعا قصيت رأي عليك، فقلت لك يا شيخ شفت الرؤيه دي، قلت لي ان شاء الله حتقوم ثوره، وان وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي هيمسك البلد. تمام. وان عادل نبيل باذن الله هيمشي من محافظه جنة وهيتبوأ محافظ، هيتبوأ وزير. تمام. مفيش بالظبط شهر تحديدا وقد تم هذا يعني. طبعا انا بتقدم لك بخالص شكري وعظيم عرفاني لعلمك الغزير، وانحني اجلالا وتقديرا لعلمك الفاضل. ربنا يبارك فيك وربنا يطول في عمرك ان شاء الله يا استاذ محمد. وانا شاكر فضلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، وكل سنه وانت طيب. اسال الله جل وعلا ان يمن علينا بالاخلاص وبالتقوى ان شاء الله. معنا عدد كبير جدا من الايميلات اللي وردت الينا. معنا بسنت من العراق. بتقول ما تفسير قول الله اكبر في المنام؟ اللي يكبر في المنام له تاويلات كثيره جدا، وله تاويلات عظيمه جدا. وبالذات الذي يكبر ويقول الله وأكبر في المنام ويكون في موسم الحج، يدل إن ربنا سيمن عليه بالنصرة، وسيمن عليه بالغلبة، وسيمن عليه بالقوة، وسيمن عليه بالرفعة، وسيمن عليه بالسمو والعلو، وإن هو سيذهب إلى بيت الله الحرام إما حاجا أو معتمرا. اللي يقول الله أكبر في المنام ربنا حينصره على الأعداء والحاقدين والحاسدين. الذي يقول الله أكبر في المنام دائما سيكون منصور، ودائما سيكون مرفوع، ودائما الله جل وعلا لا يخذله، والله جل وعلا سيعطيه ما يريد من أمور الخير. أسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا الختام، والله أعلم. معنا سعاد يقول حلمت أني لابسة كوشت أبيض، بس كنت حابة ألبس جزمة سوداء، بس قلت عادي ولبسته. سعاد ليبيا. الكوشت الأبيض هي أصلا تريد كوشت أسود
يدل ان هي لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب كما يقال، ويدل ان هي يتقدم لها اكثر من انسان للزواج، ولكن هي دائما متردده ودائما متقلبه. ساعه تكلم على موضوع الشك، ساعه تكلم على موضوع الخلق، ساعه تكلم على موضوع الطول والقصر، مش عاجبها حد ابدا. ولكن هيجيها واحد وحيكون ممتاز جدا، وهذه الصفات التي تتمناها اي فتاه في اي شاب، ولكن هي حتوافق وحتكون متردح تقول انا واحد وخلاص اهو، ولكن هو انسان حيكون كويس بكل المقادير. والله اعلم. معانا الاستاذ سمير. سمير اهلا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سميره حاجه سمير. اتفضل يا حاجه سميره. ايه معنى ان نشيل غسيل كتير في المنام؟ تمام. انت حجيتي يا حاجه سميره؟ ايه معنى؟ ايوه حجيت. تمام. ايوه اتفضلي كملي. ايه معنى كمان الله لا اله الا هو الحي القيوم اية الكرسي يعني؟ جميل. في المنام لما الواحد يقولها في المنام كتير. تمام. بس كده؟ ايوه بس. كل سنه وانت طيبه يا حاج سميره. بصحة وسلامة يا رب، يكتب لك الجنة. اللهم امين، ونفس لنا الختام ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب العالمين. اولا موضوع اية الكرسي، والذي يقرأ آية الكرسي أو جزء منها أو ينظر إليه أو يقرأها أو ترتل عليه، يدل إن ربنا سبحانه وتعالى سيحفظه من السحر، وسيحفظه من الحسد، وسيحفظه من البلاء، وسيحفظه من كل هم وغم ونكد وضيق. دي بالنسبة لآية الكرسي. انا صراحة نسيت الرؤية بتاعتك الاولانية حجة سميرة، لو تذكرتها في الحلقة هقولها ان شاء الله باذن الله. اسأل الله جل وعلا ان ربنا ييسر لنا ولك الامور. تذكرت الرؤية بتاعتك يا حجة سميرة لان الظاهر انت لك علاقة طيبة جدا مع ربنا، وانك انت متوجهة بقلبك مع ربنا، والرؤية تبين كذلك. موضوع الغسيل وموضوع الهدوم وما ذكرتي يدل انك انت انسانه خيره وانسانه طيبه وانسانه نيره ومن اهل الصلاح ومن اهل الفلاح ومن اهل العفه ومن اهل التقوى ومن اهل الايمان. لان النشير او الغسيل عامه يدلل على اشياء كثيره جدا متعدده على حسب الرؤيه وعلى حسب الراي. ففي هذه الرؤية تدل انك انت من اهل الخير والصلاح والفلاح، ودي رسالة من ربنا انك انت تستمري عليه من هذه الاعمال، لانك انت ممكن تعمل عمل بسيط بس هو عند ربنا كثير جدا. والله اعلم. معانا الاستاذ محمد. ام محمد تفضل يا ام محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شفت في الحلم أنا عندي بنت متزوجة. نعم. وشفت إن أنا شقتها وشايلة بنت صغيرة على صدري برضعها أنا أمها. تمام. شفت إن أنا شقتها وشايلة بنت صغيرة على صدري برضعها، وبنت تانية كده قدامي بس يعني شايفاها، يعني برضع البنت وأنا إيه مش فرحانة كده، حتى واحدة قدامي وواحدة برضعها. تمام. بس بنتي من شايفاها قدام الشقة، أنا شايفة جوزها بس خارج من الحمام كده ولابس جاكيت أبيض ومبسوط في الحلم، بس بنتي مش شايفاها قدامي في الحلم، وانتهى الحلم على كده. أبشر يا أبو محمد وقولي الحمد لله. أيوة يا شيخ. بقول لك أبشري وقولي الحمد لله. أنا الصوت واطي مش سامعاه. أنا سمعتك واسمعيني من التلفزيون يا أبو محمد، أنا حفصل لك الرؤية. موضوع البنت تدل على البشرة، إن ربنا سيبشرك بالخير وسيبشرك بشرة طيبة وبشرة جميلة وعظيمة. موضوع اللبن في المنام، جميع الألبان تكون خير.
معظم الألبان في المنام خير كبير وخير عظيم جدا، وأعظم ما يكون وأفضل ما يكون لبن الأم، سواء كان في المنام أو في الحقيقة. في الحقيقة ربنا ذكره في القرآن الكريم، وفي المنام يدل إن قلبك أبيض صافي نقي لا يكره ولا يحقد ولا يحسد أحد، وإن قلبك أبيض زي اللبن الذي رأيتيه في المنام. معنا الأستاذة هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضلت الشيخ، أنا عندي رؤيتين أعتقد مرتبطين ببعض بعد إذن حضرتك. تفضلي تأمري أمر. أنا زوجي توفاه الله من 4 سنوات. عليه رحمة الله. آمين يا رب العالمين. فجأة كده والحمد لله، أعتقد إني كنت من الصابرين يعني. تمام. والدي بعد حوالي أيام عديدة يعني 5 أيام أو حاجة يعني، شاف رؤية ان في ناس قاعده بتناول بعضيها مصاحف كتير قوي. تمام. فيها منها اللي جلدتها لونها اخضر، وفي منها اللي جلدتها لونها احمر. تمام. فوالدي واقف مستغرب يعني المصاحف كتير كده، فبيقول لهم المصاحف مين دي او راحه فين او كده، قالوا له دي بتاعت هبه. الله جميل. فدي الرؤيه الاولانيه. بعدها وانا لسه في العده انا شفت رؤيه تانية، شفت ان انا ماسكه بين ايديا كره بلوريه ازاز، شكلها جميل جدا. تمام. فجاه من غير ما اخد بالي يعني مش عارفه ازاي حصل بلعتها، فاستغربت قوي ازاي يعني انها ايه ان انا حطيتها ببقي كده واتبلعت في بطني. تمام. بعدها لقيت في ايدي طبق باللور برضو، بس طبق مدور قد طبق فنجان الشاي كده، وباللور برضو جميل قوي قوي، وقمت بلعاه برضو. جميل. فالطبق بقى وجعني شوية، وجعني أكتر من الكورة يعني، وهو تمام. نازل في بطني. فقلت أنا قلت إيه يا، أنا كنت يعني عاملة عمليات قبل كده كتير يعني، فقلت يا حيرجعوا يفتحوا لي بطني وارجع أقول آه يا بطني. بس فمش عارفة حضرتك بقى. أنت معك يا أستاذة هبة معك أولاد؟ لا. قول الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اولا انت دعتي له لما توفى يعني، عملت له صدقه ودعتي له وعملت حاجه معينه؟ الحمد لله. تمام الحمد لله بفضل الله. الحمد لله يعني السنه اللي فاتت رحت حجيت. الله جميل. لان موضوع القران وما ذكر في المنام يدل ان هناك اجر وان هناك ثواب وصل للزوج في قبره، وهذا الاجر وهذا الثواب لا يعلمه إلا علام الغيوب. مني أنا؟ منك أنت. أيوه. وصل له أجر وثواب. أيوه. إنك أنت لا تتحملي أن تري هذا الأجر والثواب، أجر وثواب كبير جدا مثل الجبال. ما شاء الله. فقول الحمد لله. اللهم لك الحمد. موضوع الكرة وموضوع الطبق وما شابه ذلك لما يدخله في البطن يدل ان ربنا سيحفظك من جميع الامراض الخبيثه. لن تبتلي بمرض خبيث قط، فقول الحمد لله. اللهم لك الحمد. ولو تعاني من تعب او تعاني من مرض او تعاني من شيء من هذا القبيل سيزال عنك. امين يا رب. دي مضمون الرؤيه والله اعلم. ربنا يصبرك وربنا يكرمك ان شاء الله بالخيرات، وربنا يعطيك إن شاء الله الأشياء التي تريديها والتي تتمنيها. معنا الأستاذ إيمان من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ إيمان. حلمت بالفنان محمود عبد العزيز بيبصني في دراعي. تمام. وفي حلم تاني حلمت إني في جزمة وبلمعها بالورنيش، وجزمة يعني مشيت بيها كده في البيت. نعم. بس كده شكرا. انت آنسة؟ ايوه آنسة. تمام. اولا كلمة محمود عبد العزيز محمود تدل ان حياتك هتكون محمودة، وحياتك هتكون طيبة، وحياتك هتكون عظيمة جدا. كلمة محمود حياة محمودة وطيبة وسعيدة. كلمة عبد العزيز ان ربنا سيعزك وسيرفع الله من شأنك وسيرفع الله من قيمتك وسيرفعك الله مكانا عليا. اجمل شيء في المنام لما محمود عبد العزيز يقبلك في الدراع بتاعك،
يدل انك انت اصلا انسانه رومانسيه، تحب الرومانسيه وتحب الكلام الطيب والكلام الجميل والكلام المعسول. اسال الله جل وعلا ان ربنا يمتعك بشريعه الاسلام. موضوع الحذاء وبالذات لما يكون حذاء اسود يدل ان ربنا حيمن عليك بزوج حيكون مفصل عليك، يعني حيمن عليك بزواج من انسان حيكون مظبط وكويس جدا 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 معاك فيه الصفات التي تريديها والتي تتمنيها. اسال الله جل وعلا لنا ولك التيسير، والله اعلم. معانا مين؟ سوسن من تركيا، ما تقول ارى في المنام بانني البس خاتم وهي آنسة، يدل ان ربنا سبحانه وتعالى سيمن عليها بالخطبة وسيمن عليها بالارتباط، والله اعلم. معانا مين؟ معانا الاستاذة نجدة. السلام عليكم سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالاستاذة نجدة. الله يكرمك. من فضلك بنتي حلمت ان انا وهي واختها ماشيين في سوبر ماركت. نعم. وانا جبت حاجات بسيطة فقلت لها على قد فلوسي. تمام. بس كان ماشي جنبنا او معانا واحد اسمه عادل. تمام. بس احنا ما نعرفوش، بس هو ماشي معانا. نعم. وبرضه عمال يشتري حاجات، بس هو بيشتري حاجات كثيرة جدا. تمام. انا رحت حاسب فلقيته يعني ايه، وديت خلاص الفلوس اللي معايا للكاشير. تمام. فلقيت اللي اسمه عادل ده حط لي حاجات كتير جدا من كل صنف انا شارية منه، حاجات كتيرة جدا، جسد جسد جسد. بس ف قلت ايه ده، انا فلوسي هتكفي ازاي؟ لقيت ان فلوسي كفت والكاشير قاعد يديني كمان ايه باقي. الباقي كان خمسات، كلها خمسات كتيرة جدا جدا جدا، لدرجة الكاشير مبقاش معاه فلوس، فبقى يديني بضاعة كمان زيادة عشان الفلوس اللي في الخزنة خلصت يعني. تمام. بس وبنتي التانية حلمت. لا. هي فسخت خطوبتها. انت شغالة ايه الأول؟ لا أنا ست بيت. تمام. بنتي التانية حلمت هي فسخت خطوبتها يعني، بس حلمت ان الخطوبة ده عايز يدي عليها تاني، راحت قالت له لا أنا خلاص أنا اتخطبت لرابح. تمام. ومين رابع ده؟ رابح؟ اه. لا ما فيش حد اسمه رابح عندنا. تمام. بس معلش في حلم تاني صغير. تمام. كنت ماشي في الشارع فلقيت جمل فركبته، قلت ايه ده هنزل من فوق ازاي؟ بس قمت مخبات يعني عامله على راسه كده بالراحه زي ما بنعمل على الحصان كده. تمام. فراح ايه عمل نزل بيا بنزله خفيفه خالص ما حسيتش بيها، قلت الحمد لله ما حسيتش بحاجه يعني. بس حضرتك. تمام. كل سنه وانت طيبه. نعم. كل سنه وانت طيبه. حفظت لك الرؤى. الرؤية الأولى كلمة عادل في المنام يدانك أنت إنسانة عادلة، تحب العدل ولا تحب الظلم. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يحافينا جميعا من الظلم، قولوا آمين. كذلك بالنسبة لقلة المال وما ذكر في المنام يدانك أنت إنسانة متواضعة، ليس إنسانة متكبرة ولا متعالية. موضوع إن عادل يجيب لك أشياء كثيرة أكثر من اللازم وما ذكرتيه يدل ان ربنا سيمن عليك برزق وخير لن تتوقعيه ابدا في حياتك. الرؤية الثانية موضوع ان بنتك اتخطبت لرجل معين وما ذكر، ربنا سيمن عليها بالخطبة والارتباط. الرؤية الثالثة موضوع الجمل وما ذكر، الجمل له ألف تأويل وله ألف تفسير، ولكن معنى في هذه الرؤية الجمل يدلل على القوة ويدلل على الصحة ويدلل على العافية. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يحفظك من جميع الأمراض، والله أعلم. معنا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد حضرتك يا فضيلة الشيخ. أهلا بك، اتفضلي.
بعد اذن حضرتك انا شفت ثلاث رؤى فيهم اتنين كده مرتبطين ببعض، هقولهم لحضرتك بسرعه ان شاء الله. ايوه اتفضلي. معاك سامعني؟ معاك يا ام محمد. ايوه انا شفت ان انا عند في المكتب بتاع تحفيز الشيخ احمد عبد عوض. جميل. انا كنت اصلا يعني في الوقت اللي انا شفت فيه الرؤيا في هم كبير، يعني ربنا يفرج عن المسلمين يا رب جميع كرباتهم. فانا قعدت في المكتب ده انتظره لغايه ما يجي، ففي واحده ملازماني بس انا معرفهاش في الرؤيا يعني، وحوالين المكتب سوق. تمام. خدتني مررتني على السوق، وبعدين لما الشيخ احمد جه فلقيته لابس لبس برضه ابيض كده بس غير اللي بيظهر فيه في القناه. فانا بقول له يا شيخ احمد انت شكلك في الحقيقه احلى كمان من القناه. نعم. انا كلمتك قبل كده مرتين الحمد لله، وقعدت احاول اكلمك ان شاء الله يعني ابقى معاك هنا. قال لي انت ان شاء الله معانا هنا في المكتب على طول، وهو بالكامل. تمام. دي اول رؤيه. ولفيت في السوق وبس ما اشتريتش من السوق حاجة. تمام. تاني رؤية انا كنت اتصلت بيه من فترة قريبة، وبعدين قلت له ان انا ربنا يفرج كربتي يعني، قلت له ادعي لي، وما لحقتش اقول له يدعي لابني. فجالي في الرؤية بيبص له ويبتسم ويقول لي انت مجرد ما كلمتيني، بقول له انا مش عارفة اوصل لك، قام قال لي انت مجرد ما كلمتيني انا عرفت اللي في قلبك ايه. الله. اللي بيكلمني ببقى عارف اللي في قلبه ايه، انا دعت لهم، انا دعت له اولادك ودعت لهم. تمام. دول الرؤيتين الخاصين بالشيخ احمد. الرؤية بقى الثالثة ان انا عندي ابن اسمه حمدي، فجاي في الرؤية في واحدة موجودة يعني قصاد ماما بس توفاها الله من شهر، فهي جاية قاعدة وبعدين بتبليه ببلوى، بتقول له انت عكست بنت على النصر. فانا بقول لها حرام عليك، انت في الحياة وفي الوفاة بتظلمي ابني كمان، حرام عليك مالكيش دعوة بيه. تمام. فلقيت نفسي عندي طفلة وطفلة رضيعة وبرضعها، واللبن غزير لدرجة ان نزل على وشها وشرقها. فقمت انا بقول انا مولدتهاش بس انا برضعها، هي تقريبا يعني انا بقول لنفسي جوايا هي ماما اللي والدها، طبعا هي ماما ست كبيرة، فأنا برضعها وخدتها كده. فلقيت نفسي أنا ليا ابن خالة اسمه علي، فلقيته داخل عليا وبيقول لي خلي بالك حافظي على الرحم بتاعها وما تحطيش ايدك على الرحم بتاعها. فأنا بقول الحمد لله أنا برضعها عشان أحتفظ بأنوثتي، لو جيت أتجوز إن شاء الله أخلف يعني. تمام. وجزاكم الله خير. لا تمر امر يا اختي. اولا بالنسبه للرؤيه الاولى، الدكتور احمد عبد عوض لا نقول عنه الا نحسبه على خير ولا نزكي على الله احد، هو رجل حبيبي جدا وانا احبه لله في لله، وانسان محترم وانسان على خلق. كلمه احمد جاءت من الحمد في الحياه، من رات المنام حتكون حياه محموده طيبه. كلمة عبده تدل انك انت حتكوني عابدة، يعني انت حتكوني مطيع لله. كلمة عوض ان ربنا سيعوضك على خير قد فاتك، في خير فاتك وفي خير لم يكن من نصيبك، ربنا حيدهولك في الايام القادمة. في الرؤية الثانية، الدكتور احمد عبد عوض ورئيس قناة الفتح الاسلامية لما بيقول لك انا اعرف ما في قلبك وما شابه ذلك، يدل ان ربنا اعطاه من الاسرار وأعطاء من البركات ومن النفحات وأعطاء أشياء معينة لا تكون متواجدة في أي إنسان إلا ما رحم. كذلك موضوع الدعاء إن ربنا سيفرج عنك الهم وحيسر لك الأمر وربنا حيرتب لك الأمور وسيهيئ لك الأمور، وإن الأمور حتكون لك من أفضل ومن أعظم ما يكون لك في الأيام القادمة. موضوع ابنك يدل ان ابنك الظلم في بعض الاشياء، في حد افترى عليك كلام او كذب او ما شابه ذلك، اسال الله جل وعلا لك التيسير والله اعلم. من معانا؟ معانا الاستاذه فتحيه؟ الو؟
انقطع الاتصال. فربنا سبحانه وتعالى حيعود عليك وربنا حيكمل لك أمور في الأيام القادمة قد فاتتك، فقول الحمد لله. معانا الأستاذة منال. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذة منال ورحمة الله وبركاته. أنا ابني كان حلم حلم كده قبل العيد. نعم. إن هو ابنه بابا جاي وسحب عجل كده، يعني هو قصير وزرنن بس يعني مليان. تمام. فبيقول له ايه ده بابا، ده اللي حضرتك جبته في العيد؟ تمام. قام قايل له لا بص وراك كده، بس لقى الشارع الجزارين جايين ومليان عجول. تمام. عجول كتير وصاحبينهم بس لهم وشهم مش وش عجول بس وشهم له ملامح، هو مش عارف يحدد الوش ده ايه بالظبط. تمام. يا ريت حضرتك تفسر لنا الحلم. هو الزوج ذبح على العيد ولا ما ذبحش؟ لا ذبح الحمد لله. ذبح. والله بيدل ان ربنا اعطاه اجر واعطاه ثواب، ولكن برضو عليه يطلع حاجه ثاني لوجه الله. يعني حتى لو صدقه، حتى لو حاجه قليله، حتى لو شيء يسير، دي رساله من ربنا سبحانه وتعالى، لان العيل في المنام كان صغير لم يكن كبير. كذلك العيل والبقرة ربنا ذكرها في القرآن الكريم في سورة البقرة مع سيدنا موسى عليه السلام، وأطول يعني سورة في القرآن سورة البقرة. فاللي يشوف العيل في المنام أو اللي يشوف البقرة في المنام يدل إن ربنا حينجيه من السوء وحينجيه من البلاء وحينجيه من الكيل وحينجيه من الويل، وربنا حينجيه من الاعتداء ومن الاختصاب ومن الفتن ومن التهم ومن القيل والقال وما شابه ذلك. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يعافيكم جميعا من كل سوء، والله أعلم. نأخذ إيميل من الإيميلات التي وردت إلينا، أو نأخذ اتصال أول من أم أحمد بعد كده نقول الإيميل. أم أحمد معنا؟ أيوة أم أحمد معاك. تفضلي يا أم أحمد طولي عمر. أيوة تفضلي. ايوه مش فاهمه. اتفضلي. أيوة. اتفضلي امرؤي. أيوة. انا الفجر انا ودني كل ليله، وجيت بعد الفجر ارتحت شويه شفت ان انا واختي ما نخبز في فرن، يعني مدورين فرن بلدي كده عندنا احنا في الارياف ونخبز انا وهي. تمام. وشفت ان انا كمان بحت نبره كده. بعاود اتصال معانا يا ام احمد، ولكن على عموم العيش يدل ان ربنا سبحانه وتعالى سيجعل لك العيش عيشها هادئة، عيش طيبة جميلة عظيمة لك، والله اعلم. الايميل اللي معانا ما يقول تأويل الخيط الاسود متخيط به زرار، جيهان ابو ظبي. التخيط في المنام وما ذكر يدل ان في امور عاوز تظبط في حياة من رأى في الرؤية، إن في أمور معاها مش مظبطة، في أمور معاها غير مهيئة، في أمور معاها غير معدلة، تحتاج إلى توجيه وإلى وعي وإلى إرشاد وإلى حكمة. وهذه رسالة لكل مسلم، إن لابد إنه يقبل النصيحة وإنه يقبل الكلام، ولكن تكون النصيحة تكون خالصة لوجه الله، ويكون النقد نقد بناء، مش انسان ينقد انسان معين عشان يقال بانه نقد فلان او علان او نقد زيد او عبيد. لا، هذا لا يجوز في شريعة الاسلام. انت عاوز تنقد واحد، انقد وقت خالص لوجه الله، من اجل ان ربنا يصلح من حاله، ومن اجل ان ربنا يصلح من شأنه، والله اعلم. معنا مين حلمته؟ أني معي طبق من سمك بلطي، مي من قطر. جميع الأسماك تكلمنا عنها في بداية الحلقة، إن كل الأسماك دائما يكون فيها الخير، كل الأسماك دائما فيها الرزق، ما عدا سمك القرش له تفسير آخر. فاللي يشوف السمك في المنام اللي هي الأخت من قطر مي، يدل إن ربنا سيمن عليها بالمال، وسيمن عليها بالخير، وسيبن عليها بالرزق، والله أعلم. والأسماك على حسب الرؤية،
يعني واحد شاف في المنام سمك على السرير له تفسير، واحد شاف في المنام السمك يطير في الهواء له تفسير، واحد آخر شاف اليوم ياكل السمك ني له تفسير. والقيس على هذا المنوال على حسب ترتيب السمك، على حسب ترتيب الرؤية، على حسب ترتيب الرأي ونظام الرأي يكون التفسير، والله أعلم. معنا أميل جيجي من فرنسا بتقول ما تفسير اسم وفاء في المنام للآنسة؟ كلمة وفاء يدل أن من رأت المنام عند صفة الوفاء وعند صفة الأمانة ليس الخيانة. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بأن نكون أمنا. تكون أمين في الكلمة، تكون أمين في التفسير، تكون أمين في الفتوى. لما تطلع فتوى طلعها خالصة لوجه الله، لا تبتغي فلان أو علان، لا تبتغي زيت أو عبيد. تكون أمين في المشي بتاعتك والسير بتاعك، تكون أمير في الدعوة بتاعتك عندما تدعو إلى الله، وتكون نائم عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتتكلم بالقرآن وتتكلم بالسنة. لابد أن يكون الكلام ولابد أن يكون النقل فيه الأمانة، لأن كثير من الناس نسأل الله العفو والعافية يقول أمين. الإنسان يتكلم بكلام كثير جدا ولكن ما عندوش التطبيق، ما عندوش الالتزام. كلام ولكن لا يوجد نية، فلا بد أن تكون النية خالصة لوجه الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم. في معنى الحديث معناه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. لابد أن الكلمة بتاعتك تكون أمانة، أمانة في تفسير الأحلام. الذي يفسر الرؤى والأحلام لابد أن يكون أمين، لأنه مستقبل مكالمات ويعلم أسرار للرائي، أسرار عظيمة جدا. فمن شروط المعبر أن يكون أمينا. ولو اجتمع العالم كله عشان يأخذ هذه الأمانة من معبر الرؤى والأحلام لابد أن يكون قوي وأن يكون أمين، ولا يخرج ولا يتكلم عن تفسير حلم أو رؤية معينة لأحد الرؤى التي رآها في المنام لأي إنسان مهما إن كانت الأسباب. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التيسير، وأسأل الله جل وعلا أن يرفع البلاء عن مصر الحبيبة، وأسأل الله جل وعلا أن ينصر مصر على الأعداء والحاقدين والحاسدين، وأسأل الله جل وعلا أن يؤيد مصر بالقوة والأمن والأمان والاستقرار وراحة البال. أسأل الله جل وعلا أن يجعل مصر يعني فوق الدول، وأن يحفظها من الأعداء من الداخل ومن الخارج يا رب العالمين. اللهم احفظ كل إنسان يسير في أرض مصر مسلم وغير مسلم، مصري وغير مصري. أسأل الله جل وعلا أن يجعل في حياتنا الأمن والأمان والاستقرار وراحة البال. سعدت بكم في هذا البرنامج الطيب الجميل العظيم، وإن شاء الله إذا كان لنا في العمر بقية سنتواصل معكم إن شاء الله في حلقات قادمة. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم الإخلاص، وأسأل الله جل وعلا لنا بحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جل أسرار كلها حلمنا عنا، ممكن تكون الإنذار رشيد وأنا في ضميرنا، ولا تشغل